السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر حديث الطبيب. مشاهدينا الكرام، حلقتنا لهذه الليلة عن الأرق، والتي نستضيف للحديث عنها الدكتور علي عاشور، اختصاصي أمراض نفسية وعقلية. دكتور أهلا بكم وسهلا. أهلا أهلا مرحبا دكتور. أهلا دكتور، كيف تعرف الأرق للمشاهدين؟ الأرق هو قلة النوم. الإنسان ما يستطيع أنه ينام في الليل وتو. ما هي المرحلة التي يمكن أن نقول أن الإنسان مصاب بالأرق؟ شنو هي الأعراض اللي مباشرة يمكن الإنسان أنه يعتبر نفسه أنه مصاب بالأرق وأنه لابد أنه يقيس الطبيب؟ هو أحيانا الإنسان ممكن يجي ليلة ما يرقد فيها، هذا طبيعي. لكن إذا تكرر الأمر ليلة التالية وليلة اللي بعدها أصبح صعب، من الصعوبة أنه ينام، هذا الإنسان مصاب بالقلق بالأرق. هي تكرار عدم النوم، تكرار عدم النوم المتالي، يعني ليلة وراء أخرى وراء ثانية. لكن يجد مثلا في خلال شهر شهرين يجبر مرة أنه ما يرقد، هذا طبيعي. أحيانا تعود شيء طبيعي، يعني ما نقدر نقول عليه مصاب بالأرق. مصاب بالأرق هو تكرار عدم القدرة على النوم أثناء الليل خصوصا. أثناء الليل، يعني نوم النهار ما عنده أي أهمية، المهم الإنسان ينام في الليل. وشن هي أسبابه؟ أسباب الأرق كثيرة الحقيقة. يعني الأرق مثل ألم الرأس، الصداع، هو مجرد عرض لأمراض كثيرة وليس بذاته مرض، هو عرض لعدة أمراض. وممكن يكون ما هو مرض، ممكن يكون نتيجة للعادة. يعني في بعض الناس إذا غير من مكان اللي متعود على النوم في فراشه اللي هو معتاد ينام فيه ما يجيه النوم، ما يجيه يرجع. إلى أن يعني مثلا إنسان كان متعود ينام في فراش معين أو في مكان معين في حجرة معينة، وتبدل المكان، جاز دار اخرى، جاز اوتيل، احيانا ما يجيه النوم به اللي متعود ينام في ذاك المكان في ارتباط شرطي. واحيانا بعض الناس ما هو ارتباط شرطي بالمكان، يعني وفي ارتباط شرطي بالوقت. يعني مثلا واحد متعود ينام العاشرة في الليل، عاده الحادية عشرة، عاده منتصف الليل، ولا جاه النوم، ما لا ينام، ليتخطى الميعاد اللي متعود ينام فيه اساسا. هذه أشياء طبيعية، ما هي مرض، ما هو مرض، اللي هو مكان النوم. مكان النوم إذا بدل مكان النوم أو بدل وقت أو وقت النوم. أما الأمراض اللي تسبب عدم النوم، أهمها القلق. الإنسان متقلق، يتخمم في شيء معين، عنده امتحان، عنده مقابلة مهمة، عنده شيء مؤثر على مستقبله، عنده سفر، وظيفة، سفر مهم، شيء يعود مشغول بأمر ما، انشغال الذهن بتلك المسألة ما يخليه يرقد، يمنع عنه النوم. وتقريبا كل الأمراض النفسية المريض النفسي لا ينام من أعراضها. مثلا الاكتئاب، مريض الاكتئاب أحيانا يمضي الليل كله سهرة. مريض الفصام ممكن ما يجيه النوم. مريض الهوس، هذا مريض الهوس لا ينام أصلا ليلا ونهارا، هو في حركة دائمة وفي فرح وفي نشاط زائد. إذن كل الأمراض النفسية تقريبا من أهم أعراضها قلة النوم. لكنه في كما قلنا هو عرض لأمراض أخرى. ممكن إنسان ما عنده أمراض نفسية، عنده ألم في البطن، ألم في الجوف، ألم في المفاصل، ممكن ما ينام بشدة سبب الألم. عضوي. سبب عضوي. نعم. ينام. نعم. وفي أمثال مثل عربي قديم يقول لك النائم الجائع والخائف لا ينامان. طبعا. يعني إذا كان إنسان جائع لا يأتيه النوم أو خائف. لكن دكتور، هذا ما يسمى أرق. لا، هذا هو الأرق، هو الأرق وقلة النوم. هو الأرق هو قلة النوم أو انعدام النوم اصلا او عدم الطمانينه في النوم بدون سبب ظاهر. هذا هو التعريف. ايوه، هو تعريف الارق دون سبب ظاهر معناها قلق.
زين معناها عن معناها هون خلق. عن المصاب بالالم او المصاب بالمرض ليس ضمن لا لا هو في النهايه ما ما ما, ما جاء النوم في النهايه ما نام اذا كان السبب الم ولا الجوع اذا هو ما نام زين زين واضح هو ما نام واضح واذا شنو هي الامراض دكتور اللي يعتبر الارق عرض من اعراضها اذا اصيب الانسان بالارق المتتالي في الليالي المتتاليه عليه ان يعدل فحص عندك الامراض والله يحاول ان كان ما هو مصاب بشيء عضوي شي ظاهر يسبب له مشكله شظاهر. عنده ضرس مثلا مؤلمته عنده شيء مؤلمه ما مانع عنه النوم اذا في تكون في اشياء نفسي نعم دكتور ما فهمتني دكتور مثلا هو من المتعارف عليها ان الارق علنا نطلقوه والله بعد قد يعود ما هو علميا قد يعود معترف به معناها زاد عرفا يطلق الارق على انعدام النوم اصلا او عدم الطمانينه في النوم بدون سبب ظاهر اوكي بدون سبب ظاهر نعم اذا كان هناك سبب ظاهر معناها انه في شيء في نفسيا ما يعرفوا نفسيا وما هو ما حاسس به مسبب اذا سؤالي هل هناك مرض عضوي من اعراضه الارق دون الم هذا هو سؤالي ما هو موجود المرض النفسي هو اللي واضح فيه العدم مرض عضوي ما في مرض عضوي خفي الامراض العضويه تظهر نفسها دائما باعراض ما في مرض عضوي خفي مثلا الا يمكن ان يكون عرضا لاورام او ما شابه لا ذلك لا لا, 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 لا ما في لا ما في شيء الامراض العضويه امراض تظهر نفسها دائما نعم زين دكتور عندي هون سؤال من الاخت فاطمه قالت عن عندها بنت في 16 من عمرها وكانت لا تنام في رمضان وبعد رمضان أصيبت بالأرق طبيعي قال نوم رمضان اضطراب النوم في رمضان ممكن يسبب لها اضطراب النوم بعد ذاك لكن الإنسان المفروض في خلال نهارين ثلاثة يرجع لطبيعته إذا استمر معناه هنا في مشكلة ولكن نلاحظ أنه حتى بعد رمضان هناك البعض لأن زمن الراحة قضي كم؟ نهارين ثلاثة أسبوع لا شهر شهر كثير لا شهر هم لا ينامون برغبتهم أي لا هذا شيء ولكن عندما يريدون النوم لا يغلبهم هذا شيء ولين يجي لا يتكي ولا يجيه النوم هذا معناه أنه مصاب بالأرق لين يعود كان في رمضان ما يرقد أي في رمضان الناس كاملة ما ترقد ما هو وحده ناس كاملة يسهروا يتعبدوا يتسحروا شيء من هذا إذا الناس كلها فيها في حالة سهر أما بعد رمضان والعودة إلى العادة الطبيعية مفروض الإنسان ينام ويأخذ حقه من النوم يعني زين وأخذ الأدوية للأرق لا لا هذا يعني الطبيب لابد أنه يشوف حد مختص يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في حالة الأرق لابد من قلة النوم يعني في حالة مشاكله كثيرة يعني ودكتور هناك هذه الأحلام تعرف دكتور الجتمة جتمة حد ما يتكلم هذه الجتمة تعرف جتمة ما يتكلم إن شاء الله أنت خبير به لكن ما هي علاقتها بالنوم يعني أو لا دكتور ياسر من الناس أثناء النوم يجبر ذيك المشاكل يجبر مشاكل من يخلع مثلا يحلم أحلام مزعجة هذه تؤدي لاضطرابات في النوم لا ما يؤدي لاضطراب النوم ما يحدث أثناء الوعي ما هو أثناء النوم ما يحدث طوال فترة النهار الخبرات اللي يكتسبها الإنسان أو التجارب اللي يمر بها أثناء النهار وهو واعي ومدرك هي اللي ممكن تأثر على النوم هي اللي تأثر على النوم هي اللي تأثر على النوم لا نشرح لك المسألة نعم نحن ننام دورات ننام 70 دقيقة نوم عميق ثم ننام 20 دقيقة فترة أحلام
نحلم 20 دقيقة فترة كاملة من النوم. بمعنى انه لو ان شخص نايم وجبنا جهاز تخطيط الدماغ وقسنا دماغه، نجد انه حركة او نشاط المخ لمدة 70 دقيقة هادئ، ما في نشاط مخ شخص نائم، ولمدة 20 دقيقة نشاط كما لو كان هذا الإنسان واعي، وخصوصا حركة العين. العين كما لو أنها تبصر أشياء في المحيط اللي الإنسان موجود فيه مع أنه مغمض العينين ونائم. معناه شنو؟ معناه أنه المخ يعمل بنشاط، وأحيانا يستهلك من الأكسجين ومن الجلوكوز اللي هو السكر أكثر مما يستهلكه أثناء الإنسان ما يكون واعي في هذه 20 دقيقة. معناه نشاطه أكثر حتى من نشاط المخ الإنسان في الحالة الطبيعية. ثم يتكرر الأمر هكذا، يرجع عمري 70 70 دقيقة نوم و20 دقيقة أحلام، 70 نوم ودورات، تقريبا 4 دورات أو 5 دورات أثناء الليل. ماذا يحدث أثناء 20 دقيقة هذه اللي يعود فيها الإنسان كما لو كان واعي؟ ما يحدث هو أرشفة كل الأحاسيس والخبرات اللي حدثت للإنسان طوال فترة الوعي. يعني مثلا أنا وعيت الساعة 6 صباحا، ثم تناولت الإفطار ولا أديت الصلاة الفجر وفطرت وجست العمل وقابلت الناس ومشيت في الطريق وسمعت كلام وشممت روائح وتبادلت خبرات مع أي أحد، شاهدت التلفزة، في النهاية نمت حوالي 9 ولا 10 في الليل. كل ما مر بي طوال النهار يتم أرشفته. معناها أن الأحاسيس اللمسية تمشي إلى مركز اللمس، ما رأيته يخزن في مركز البصر، ما سمعته يخزن في مركز السمع، ما شممته يخزن في مركز الشم. تتم أرشفة يعني. وإن كان مثلا رأى شخص مرة أو مرتين، يتجمع رؤية هذا الشخص في مركز الإبصار. يعني أنا رأيته المرة 10 مرة 4، تجمع صورة وما قالوا وما سمعوا كما لو كان أرشيف لكل الأحداث، يتم في 20 دقيقة هذه المتكررة. وإذا حرم الإنسان من هذه 20 دقيقة أثناء فترة النوم، يصحو في الصباح وكأنه ما نام، كأنه ما نام طول الليل، مع أنه فترة النوم العميقة ينامها. يعني إحنا نضع على رأس الإنسان رسام المخ الكهربائي، نفوت 70 دقيقة وهو نايم تمام، ثم نوعيه مدة 20 دقيقة إلى أن ينام مرة أخرى، وعندما يبدأ فترة الأحلام نوعيه في الصباح يصحو كأنه ما نام دقيقة واحدة طوال الليل، كأنه تعبان وكأنه تعبان. معناها أن احنا ننام كي نحلم وكي نؤرشف ما مر بنا من أحداث. لكن دكتور هذه الأرشفة نحن ما جينا كأرشفة، نحن جينا كأحداث نعيشها. ما الإنسان ما يدركها، هذه تتم لا شعورية أثناء النوم. الإنسان يكون نائم ونائم بعمق. قال نحن نعيش أحداث لم نعيشها في اليوم اللي كنا فيه صاحين، في اليوم التالي. لا، مثلا في الليل وأنا نمت اللي نعيش أحداث ما كنت عايشتها، ومن المحتمل لأني نشوف أحداث قد أراها يوما. تنبؤ في لا، ليس تنبؤ دكتور مثلا، وهي دائما تتكرر وراني قاعد قد جبرت عليها مقال انها كي تشيعات، لي تعود كي تشيع
اكيد شيء يتوافقوا عليها العلماء علم النفس على انها تخلق فعلا انسان. يمكن انه يحلم موقف معين انه فيه، انا مثلا ممكن احلم، ممكن اكون حلمت على اني مثلا جالسه انا وانت نتكلم في نفس الموضوع، نفس الكلمات ونفس الزي اللابسين ونفس الجلسه، هذا يخلق. هذا شنو تفسير؟ لا لا، هذا ما يحدث في الاحلام، هذا يحدث في الحقيقه. هذه ظاهره ينقلها ديجافي. سبق رؤيته. ديجافي سبق رؤيته في منين؟ انا اقولها لك. فسرها لك. هي ما اذا انت جلستي معي الان ثم تخيلتي ان ما دار بيننا من احاديث، وهذا زي اللي نرتديه، وهذا سبق الشيء. اني مريتي بهذه التجربه طبعا، سبق وانت اول مره تمر بها. هذا وانت متاكده ان هذه اول مره. هذا يحدث من خلال فصي المخ. المخ احنا عندنا جزئين، ما هو جزء واحد طبعا. احيانا الجزء انت عينيك واذنيك سمعوا ما قلناه الان، ثم ذهب الى فص الى مثلا الجزء الايمن من المخ، وبعدها انتقل الى المخ الايسر، الى الجزء الايسر، فيستقبله الجزء الايسر من المخ كما لو كان خبره سابقه انت مريتي بها، مع ان الفارق يعود جزء من الثانيه، وبالتالي يهيئ انك مررت بهذه التجربه في السابق في الماضي، وهو ماضي بسيط لكنه هو في الحقيقه ان إذا هذا نوع من الجنون. أو ما هو جنون، هذا شيء البشر كلهم يمر به ويعرفوه. طبعا أنا مر به، يعني تمر به البشر، ما أنت واحدة، كل البشر يمر به. لكن هي ظاهرة معروفة طبية أنه جزء من المخ يرى الحدث قبل النصف الآخر، وعندما يصل الحدث إلى النصف الآخر المخ فيصل إليك ذاكرة، وبالتالي الإنسان يتعجب، أنا سبق وأن رأيت أو أجريت هذا الحديث، مع انه هو الفرق كان ثواني فقط ما بين انتقال الحدث من المخ هذا الى الجزء الاخر من المخ. لكن ان الانسان يحلم بشيء ثم يجد ما حلم به تماما هو بعد نهار او اثنين او ثلاثه، هذا ما هو موجود. دكتورك يا لا 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 ما موجود طبيا وعلميا، ما موجود طبيا وعلميا، غير موجود. دكتور هو فقط الانسان، انا اقول لك لنفصها لك طيب. يعني حتى لك نفتح في كتابي غيبوبة. نفترض أن والدة مثلا عندها ابن غائب عنها، ولنفترض أنه في مكان خطر من يحارب أو يقاتل أو شيء من هذا. الأم ستكون مشغولة بابنها، وأحيانا يجيها في الأحلام أن هذا الابن أصيب مثلا لا قدر الله، هي تخشى عليه من الإصابة بإصابة خطيرة أو أنه يمرض أو منه، فتحلم أنه أصيب أو تحلم بأنه عاد سليم معافى. هذا إن دل على هو حلمها لا يدل على أنه أصيب ولا على أنه سيعود سليم، لكن يدل على شيء واحد، انشغال الأم بابنها فقط، وبالتالي عندما يغيب القشرة المخية عن في أثناء اللي فيها الوعي أثناء النوم، تبدأ كل مخاوف الأم وكل أمانيها تظهر في أحلامها، المخاوف وما تتمنى، يتتمنى أن يعود الابن سليم، فتراه في الحلم وقد عاد سليم، وتخاف عليه من الإصابة بأي شيء سيء، فتراه في الأحلام أيضا، وقد تحلم بما سيصيبه ويكون في يخلق في الواقع. هذه صدفة، لكنه ما هو حقيقي، هي فقط مشغولة به. إذا حدث ما حلمت به فهذا لمجرد صدفة. زين دكتور عندي هنا تياها سؤال أخ قاله محمد فال، قال عنه كان يحلم كثيرا بالموتى، وعنه في زمن معين قال الورقاج عنه يتعوذ منهم، وعنه حفظشي يتعوذ به منهم، مش من الآيات يتعوذ منهم، ومن بعدها ما شافهم في الحلم. هذا معناه انه هو كان خايف في شيء، خايف من الموت، حلمه بالموت معناه انه خايف من الموت، وعندما اطمأن بالايات القرانيه انتهى خوفه من الموت فلم يعد يراه. ما نراه في احلامنا هو ما ننشغل به اثناء النهار،
نراه عندما ننام. ما انشغلنا به اثناء النهار هو ما نرى. هو كان مشغول بالموت وخايف منه، فكان يرى الموت عندما ينام. وعندما اطمأن انتهى. اطمأن بالقرآن انتهى الخوف. استاذ دكتور، هذا اللي يحيلنا لمسألة معينة، قضية الجن. البعض منهم يقول، بعض من الناس يقول انه يشوفهم فعلا. هذه هلاوس، عبارة عن هلاوس بصري. هم موجودين في القرآن الكريم، موجودين في القرآن الكريم، لكن مولانا ما أعطانا القدرة على التواصل معهم. نحن كائنات مختلفة. الجن معناه شنو؟ معناه مش شنو مريم؟ قولي لي أنت، الجن معناه شنو؟ الجن كائنات خلقهم الله تبارك وتعالى، لكن غير احنا في الحلقة السابقة قلنا الجنون معناه هو ستر العقل، ستر العقل، العقل المستور. والجن معناها الكائنات المستورة، والجنة هي المكان المستور، والجنين هو الكائن المستور في جوف أمه. الجنين كائن مستور، والجن أيضا. إذن طالما هي الجن مستور كما الجنة مستورة، كما الجنة تماما، هل أحد منا رأى الجنة؟ لم يرها أحد، والجن لم يروها. بعض يمكن عباد الله الصالحين ذوي القدرات الخاصة يمكنهم التواصل مع جن البشر العاديين، ما يتواصل معه. الجن كيان مستور عن البشر. كون حد يرى، قد يرى الشيطان المتصور في صورة، لما الجن هم عالم ما قد نتواصلوا معه. قد يرى الشيطان أحيانا يتصور في صور، ما يعني صور بشر، صور قالوا الشيطان يأخذ صور معينة، لكن ما هو كيف الجن. جن عالم آخر، ما واحد، ما عندنا القدرة على هذا. وشنو الفرق بينهم والشيطان؟ لا، الشيطان هذا الشيطان مولانا سلطه على الإنسان يوسوس له ويمشي به إلى الضلال. الشيطان شيء آخر، يعني هذا أعطاه مولانا مهمة إفساد البشر وقدرة على الدخول في القدرة على ذاك الشياطين. والمالي الإنسان يقد يحصن نفسه من الشيطان بالقرآن وبذاك. دكتور، قط قريت عن واحد منهم، واحد من هذا العلماء، واحد من أخصائيين علم النفس، قال عن ليش مترجم مقالة مترجمة، قال عن الإنسان عنه لين يعود يدخله ذوك الهلاوس، ويعود يدخله ذوك التخيلات، عنه يعود مهيئ فعلا لرؤيتهم. كيف يعني؟ كيف هو الإنسان لين يعود ضعيف، هو من راسه ومن راسه ضعيف نفسيا وضعيف، ويتخيلوا المسائل ويتخيلوا المراد اللي ما هي صحيحة، عنه يعود مهيئ لهم، هم مهيئ لدخول الجن. وانت ضرق قلت عن الشيطان، عن بالنسبة له أنه يتصور في الصورة، في صور معينة. هذا 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 ما 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 درسناه، لكن الشيطان عنده القدرة على أنه يأخذ أشكال معينة. هذا الشيطان، ومن أجل أنه يضل الإنسان. أما الجن فهو عالم ما بيننا وبينه ما نستطيع نتواصل معه. طبيعتنا لا تتوافق مع طبيعة الجن، ما ممكن يحدث بيننا تواصل. أما أن يرى أحد شيء مهيئ له، وهو إنسان يتخمم في شيء معين، ممكن يراه كهلوسة. ما معنى هلاوس؟ ما معنى هلوسة؟ الهلوسة هي أن يرى الإنسان ويسمع أشياء غير موجودة في المحيط، ما هيش واقعية. هو بالنسبة له موجودة؟ أيوة، بالنسبة له موجودة. كيف يراها؟ يراها داخل رأسه، داخل مركز الرؤية. يعني أنا الآن أرى هذا الكوب لأن شعاع الضوء يدخل عيني، ثم عيني تنقل هذا الشعاع إلى مركز الإبصار. ففي مركز الإبصار، لأن عندي خبرة سابقة عن الكوب، يفسر لي هذا أنه على أنه كوب. لو أني أنا مثلا أرى كلمة مثلا باللغة الصينية، وأنا ما عندي أي خبرة عن اللغة الصينية، عيني تراها وتنقلها إلى مركز الإبصار، لكني لا أفهمها.
لماذا؟ لأن لا يوجد لدي خبرة ما سابقة، عندك خلفية ما عندي خبرة سابقة بهذه الكلمة الصينية، لأني لم أقرأ هذه سابقا. الكوب لأني أو اللغة العربية أو أي لغة أستطيع أن أفسرها نتيجة للخبرة السابقة. هو مركز الإبصار عنده فيه خلل فيرى بعض الصور التي يفسرها على أنها جن أو أيا كان. ولكن دكتور، لا ترى معي أن الثقافة القديمة، ثقافتنا القديمة، الثقافة العربية القديمة، أنها تعين على على تعين على تعين على على اعتقاد الشخص في أنه يرى الجن، بين اللي نعرفه في الكتب القديمة يقول لك عن الجن عن لا يتوافق الاثنان على رؤيتهم. الثقافة القديمة فيها كثير من الأشياء اللي ما هي صحيحة. احنا يعني ولذلك الواحد اللي يعود هو مصاب بالوسواس يظن دائما أنه التراث في أشياء، وصدقه لهن التراث في أشياء كثيرة ما هي منطقية ولا هي صحيحة، ونحن منا مجبرين على أن نأخذ كل ما في التراث على أنه مسلمات. يعني التراث مليء بأشياء ما هي حقيقية، وأشياء يجد يعود اختلقها بعض الناس، لكن العلم تطور والدنيا تقدمت ولا يوجد ما هو صحيح سوى القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا طبعا هذا هو اللي نعتمد عليه وهذا هو الأساس. أما ما كتبوا غير ذلك ما ممكن تأخذه، ممكن يقبل الصواب ويقبل الخطأ. قسيه على مقياس العلم الحديث وشوفي. فبالنسبة للجن أنا ما لا أعتقد أن موجود في القرآن، وهو عالم موجود، لكن ما عندنا وسيلة للتواصل معه. ما عندنا وسيلة إلا بعض الصالحين عندهم خوارق، عندهم خوارق وعندهم إمكانيات وذاك ما لكن البشر العادي ما يقولون. إحنا هون موريتاني يقولون مخدمين، ما نعرف، لكن البشر ما العادي ما جاك حد منهم دكتور. لا لا، البشر العادي ما عنده القدرة على ذلك. دكتور شنو وقع لكم في الحدس؟ في الحدس الحدس والله يعني حاسة الحدس نرى كانها علمية، نرى كانها لا موجودة شعبية. موجودة عند البعض، هي تعتمد أعتقد على يعني هم يقولوا الحدس مثلا هي الحاسة السادسة. طبعا الحاسة السادسة هي الحدس، معناه مش معنى هذا الكلام، معناه إن بقية الحواس تعمل بكفاءة عالية بحيث أن محصلة عمل هذه الحواس يعطينا الحدس. يعني لابد أن شخص يتمتع بذكاء وبقدرة على استخدام حواسه كلها، اللمس والرؤية و و و و ثم ذكاءه يجمع هذا، محصلة هذا الحواس الجيدة تعطيني حدس جيد. وهذا هو اللي كان ينفع بعض القدماء في أنه يتنبأ بشيء معين أو يتوقع شيء معين نتيجة قياسات معينة، يقيس الأمور بالمنطق فيكون حدسه سليم دائما. زين دكتور نحن نلاحظ عنا في العصر الحديث أن تحولنا من قضايا القزانة إلى قضايا الأبراج، لا فهم بقاع ما فهم فرق كبير، حتى حسب رأيي ما فهم بقاع فرق كبير، حتى يكون الأبراج أنها تعتمد على علمية أكثر به اللي تعتمد على الفلك وما شابه. دكتور نضرب بالنسبة لهذه الأبراج اللي عيات في بعض من الأوقات، والله تقول شيء ويعقب يعود حقيقي، نضرب أساسا ذاك اللي ما هو علمي، ما فهم شيء، ما علمي، لا 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 نفس مع القزانة، لا 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 نفس الشيء، كذب المنجمون لو صدقوا، نفس المنجم، كذب المنجمون ولا صدق، وهذا اللي يشوف النجوم ويقولوا ما أنا هذا ما في شيء علمي، الشيء مكذبة، ما في إطلاق من شيء علمي. بعض بنعرفوا بعض الغزانات دكتور ذاك اللي يقولوا يعتمد ياسر من نوع له، كذب المنجمون، لا لا دكتور ما هو في المستقبل، دكتور ما هو في المستقبل، مثلا تقعد الوحدة وتخرص رقاج وتقول له الشيء في الماضي هي ما تعرفه، لا ترى معي انه انت قلت تعتمد على الحدس، علم الغيب لم يعطيه دكتور، ما هو علم الغيب، ايوه شوف كيف له يجيب هذا الماضي، اللي هجيب منين اجيبه، منين الماضي، منين اللي هجيبه الماضي اصبح غيب لنعود، انا ما انا اعلم عنك شيء، وكيف هذا ما هو معقول،
ممكن انها تعتمد على حد سفر ما, ما لا لا في نظرة ما هو منطقي، ما هو منطقي. اذا لا ضربة نوع من الصدف، الصدف او انت عارفي يعني ان في بعض الناس عندها مقدره على انه يحلل شخصيه الانسان اللي قدام منه ويتوقع اشياء معينه ممكن تحصل له، واللي كنت نتكلم عنه هي تنظر للشخص. هذا موجود، انه انا مثلا انا يجيني انسان شخصيته مثلا وسواسيه او شخصيه انعزاليه، او اتوقع تصرفات هذا الشخص الانعزالي او الشخص الوسواسي او الشخص الاعتمادي او الشخص الضعيف، يعني كل حسب شخصيه الانسان انا ممكن اتوقع تصرفاته. وفي ناس عندها خبره في هذا الشيء فقط، لكنه ما يجد بالضبط يذكر حوادث معينه حدثت للمريض لكن او للانسان، لكن هي توقع شخصيه حسب شخصيه الانسان. زين دكتور نعرف واحد لين يخرس الخط الانسان يقول لك نوعيه الشخصيه. ما هو حقيقي استاذ دكتور، ما خبير في التنميه البشريه، هم عدلوها مع نابليون، اتذكر مع نابليون، وجاب لهم خط قديم لواحد وقال له هذا انسان فاشل انسان، فقال له هذا خطي انا. دكتور انا كنت مقتنعه به 100%. عدلوها قلت لك مع نابليون، ونابليون ما كان فاشل اطلاقا، وكان شخصيه عظيمه يمكن يكون فاشل فمرخ احنا ما نعرفوها دكتور. ما هو انا بعد شوفي، هو الخط احيانا يدل على بعض السمات الشخصيه، لكن ما يدل على يعني مثلا انسان اللي يكتب بخفه ولا يضغط على الورق ويكتب والحروف لا تعود، احيانا يقولون هذا انسان متردد، يعني ما هو واثق من راسه بحيث انه يكتب بخط يضغط به على الورق وحروف ظاهره والله. واحيانا احد يكتب مثلا خطوط مائله ما هي واضحه والخط صريح. المهم في بعض الصفات الشخصيه اللي ممكن نستنتجها من دراسه الخط، لكنها بعيده جدا عن توقع تصرفات الشخص او اشياء منها. زين حتى وندر كان كيف يلي يتكلم بها الشخص يمكن حله بها شخصيته، الطريقة اللي يتكلم بها، مثلا الشخص اللي توتي والشخص اللي قاعد صوته والشخص الراقب صوته. ايوه هذه كلها اشياء تعتمد على سمات شخصية الانسان. في شخص خجول، وشخص مثلا اللي هو الانبساطي، والشخص اللي هو الانطوائي. الشخص الانطوائي ده شخص خجول ويخشى مواجهة الناس ويتلعثم وممكن يكون يتوتي. والشخص اللي الانبساطي ما يعني هذا، بالعكس هو يعيش في المجتمعات ويعيش في الجماعة ويحب الزعامة ويحب الجدال ويحب يفرض راسه ويحب لو في جلسة يأخذها كلها على لراسه هو ويتكلم، حسب شخصية الإنسان والشخصيات موجودة. هذه الشخصيات أيها اللي معرضة للإصابة بالأرق دائما؟ لا حسب ما يمر به الشخص من تجارب. يعني إنسان مثلا كما قلنا عنده مقابله هامه، عنده مريض، هذا ما هو الارق المرضي، انا عن الارق المرضي، هذا الارق اللي تكلمت عنه، الارق العرضي اللي هو اللي يجي من خلال مثلا حد عنده مقابله ولا حد عنده سفر ولا شيء، كيف هذا ارق عرضي، معناه انه لا جاي لا يوفى معه وفيان السبب. غير بالنسبه للارق المرضي، الارق اللي ملاه فعلا يعاني من الارق ولا يتمونك النوم وتم. احيانا بعض الشخصيات، انا اعتقد انه بعض الشخصيات اللي يتمتع بشيء من الذكاء، اللي لا يرى جانب واحد للامور، دائما يرى الجانب الاخر للمساله، هذا الشخص احيانا يعود في كما نقول في شيء من الوسواس شوي، انه لانه لا يرى الامر كما هو، يرى الوجه الاخر، وبالتالي يعود كثير التفكير والتخمام، فيجيه نوع من الأرق. المسائل ليست بسيطة بالنسبة له، كل شيء محتاج لتفكير ومحتاج لإعداد، والشخصية الوسواسية أساسا فيصاب بالأرق به، لأنه المسائل عنده ليس لها وجه واحد أو شيء واحد يرى أو يقرأ ما بين السطور كما يقال، وبالتالي يتوقع شيء سيء، يتوقع شيء ما هو زين، فيصاب بالأرق.
شخصية الوسواسية. شخصية الوسواسية. شخصية الوسواسية أساساً. دكتور هنا نرجع لقضية الأحلام والنوم. دكتور بالنسبة للأحلام خالق من التفسير ياسم التفسير للأحلام فعلاً يفسر الحلم ويعقب يعود ذاك الحلم يعقب يعود واقع. لا لا ما الأحلام ما هو علمي. شوفي أول من تكلم عن الأحلام وفسرها بطريقة علمية سيغموند فرويد، كتب كتاب ضخم في تفسير الأحلام. بريطاني؟ لا سيغموند فرويد هو أصلا هي فرويد والله فرويد النمساوي من النمسا أصلا هو ألماني. وما قاله عن الأحلام أن هي نافذة على اللاشعور. نافذة على اللاشعور. نافذة على يعني إذا كان نحن عندنا النفس في جزئين، جزء اللي هو الشعور الواعي وجزء لا شعور ويعني في خبراتنا كلها القديمة، والإنسان ما يستطيع أن يصل إلى لا شعور، ما يوجد في اللاشعور لا نستطيع أن نصل إليه لأنه مخفي. في الأحلام يخرج هذا اللاشعور إلى منطقة الوعي، وبالتالي ما نحلم به نستطيع أن ندخل منه على ما يوجد في اللاشعور، يدلنا على ما هو موجود في اللاشعور. إذن كان سؤالك شنو بالنسبة للأحلام اللي هي تفسر أنه الإنسان يحلم بشيء ثم يجده؟ لا، هي مجرد أشياء في اللاشعور. وطول أن بعض من دكتور هذه نتكلم لك عن تجارب، بعض من الناس لما يفسر له حلم، بعض من المفسرين، لا بعض من المفسرين لما يفسر حلم يفسره على الواقع اللي هي عقب يخلق مثلا. صدفة، لكن ما هو علمي، ما هو علمي. أي كيف قلت لك نحن دكتور واحد من ما نعرف كانوا علي بن أبي طالب والله، واحد من الصحابة رضي الله عنهم قد جاء واحد وقال له عنه حلم بعلنه حاج، قال له ستسرق. جاء واحد وقال له عنه حج، قال له ستحج بيت الله الحرام. قالوا له لماذا هذا التفسير، لماذا فسرت كلهم تفسير وحده؟ قال لهم هذا راجل ما هو أخلاقه ما يسوية. وفسروا بالقرآن الكريم مؤذن يتوه العير إنكم لسارقون، ماني قد خسر القرآن. ولوخر فسر له بالحج بالأذان، هو قال له عنه أذن، هو قال وحلم بالأذان، وحلم أن أذن، هم الاثنين حلموا بالأذان، واحد قالوا لا يتحج والآخر قالوا لا يتسرق. معناها عن فعلا التفسير. أيوة، إذا هو هنا والإمام علي بن طالب ده مدينة علم لوحده فسر على حسب شخصية كل واحد، حسب شخصية كل واحد طبعا. إذا وإنسان شخصيته ما تدل على إنه أصلا هو لا هي أذن ولا لا راح يحش ولا شيء، لكن إذا هو أقرب أقرب إلى السرقة منه إلى ذاك الرجل. إذا حسب شخصيته تف مسألة علمية، لقد مسألة علمية واضحة، ما هي تنبؤ لكن مسألة علمية. لأنه هو هذا مالي عن دلالة عن اللاشعور أيضا. يعني إن هذا ينوي السرقة والآخر ينوي الحج، فرأى في الحلم كل منه حسب نيته، حسب النية اللي في داخل، حسب شخصيته وحسب معاملاته، حسب شخصيته حسب معاملاته. إذن هذا شيء علمي. زين دكتور، بالنسبة للشخصية الوسواسية كي قلتوا هذه الشخصية أنت صاحبها بس من حاله يعود يتحاشى، شنو هي المسائل اللي تعطيه عنه، شنو المسائل اللي توقيه من الأرق خاصة ومن الأمراض النفسية؟ هي حسب ما قلت لي أن الشخصية تتكون في الخمس سنوات الأولى من شخصية من الإنسان. هو ما هو مريض، لكن طابعته هكذا، هي طبعاً. طبيعة هي طبيعة ولا يجد يتخلى عنها، ما يجد لا يتم لها هكذا.
لكن هو جرب مرة واثنين وثلاثة، كثرة التفكير وتقليب الأمور وعلى أوجهها العدة أنه ما سيحدث سيحدث، يجب أنه مع الوقت يقتنع أنه ما هناك فائدة، يعني فليترك الأمور على حالها على حالها، وما قدره الله سينفذ وسيراه، ويترك الأمور على الله فقط. لكن هو طبيعته دائما كيف قلت لك لا يرى للأمر وجه واحد، دائما خايف، دائما في شيء سيء سيحدث المسألة، يعني هو لا هيسافر مثلا ولا هيدرس في الخارج مثلا، خايف من الرسوب، خايف من الفشل، خايف من وفي الآخرين هو لا يتوقع أن سينجح وسيعود بشهادة كبيرة، والآخر لا، في جانب آخر سأفشل وسأعود فاشل ولن أنجح ولن أتأقلم فإذا هو دائما يرى الوجه السيء في الأمور. زين دكتور، عندي هون سؤال، مازالوا لي لا دقيقتين، عندي هون سؤال جاوبه جاوب باختصار. عشت وقالت انا عندها تريكه ولانهم يخرصوا افلام الرعب ولانهم في الليل بيرقدوا بهم الخلعه. ايوه طبيعي. طبيعي، اذا السبب واضح انه يشوف افلام الرعب، وكما قلنا اثناء انه لا تاتي كل ما مر به الانسان، وهي خبره راها سيراها في المنام، وبالتالي ما صعب علينا. لماذا؟ يعني هم ما هم مجبرين عليهم يشوفوا افلام الرعب؟ زين، معناه تمنعهم منهم قطعا مباشره؟ ما هو زين. ابو دكتور، بالنسبه للارق، شنو هي الوقايه منه؟ للوقايه منه بصفه عامه، درا كان فم شيء يشرب، درا كان فم فم وقت النوم، درا كان السبب المؤدي الى الارق يجب تجنبه، يجب ان يعرف السبب المؤدي للارق شنو هو يتجنبه. يعود ما يعرفه دكتور، يجلس الطبيب. غير ما فهم وقت معين للأرق للنوم يقيم الأرق، ما فهم شيء معين لشرب ورقاش يقيم الأرق. لا 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 لا، ما في شيء معين، إلا هو إن كان يعرف السبب عليه أن يتجنب السبب، وإن كان ما يعرف يقص الطبيب يعاون. والمجبرة ما لا تؤدي الأرق من دون إن كانت إن كانت فيها التخمام وفيها الألم ممكن تؤدي له. معناه عنه للوقاية السبب منه؟ الوقاية منه يتجنب السبب المؤدي إلى الأرق، إن كان يعرف ويتجنبه، ما يعرف يجلس الطبيب. ولا يعمل الدواء. ها؟ لا لا يعمل الدواء من راسه، ما هو زين. وما لي ما 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 ينقال له إن واحد صديقه ولا أخوه ولا والعمه جرب هذا الدواء اقبضه، هذا ما هو زين. لأننا نرى بعض الناس يستعملوا الأدوية بدون استشارة الطبيب ويدمنوا عليها. الأدوية اللي بتساعد على النوم. عملها عام وعامين وثلاثة ويدمنوا، ما هو زين. لابد الأدوية الأرق هذه تستعمل تحت إشراف الطبيب. زين دكتور، هذه الأدوية الأخرين اللي يستعملوا التلاميذ خاصة في زمن الامتحانات، هي ما يرقدوا؟ لا، الأدوية للسهر هذه مالي ما هي زينة، لأنه هو الإنسان لابد يأخذ حقه من النوم. هي اللي تعقب لابد يأخذ حقه من النوم. الإنسان اللي ما ينام يصبح النهار بالتالي فاقد للتركيز، ما يقدر يركز. لابد لنا من النوم، لابد لأننا نعيد شحن كما نقول البتري هذا أثناء النوم، والخلايا التالفة تصلح أثناء النوم، والأطفال لا ينمو ولا يكبروا إلا أثناء النوم. وعدلوا تجربة على الفئران، حرموها من النوم ليلة واحدة، نقصت الكرات الدم البيضاء بنسبة 20% للمناعة، مما يؤثر على المناعة. زين حتى دكتورة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام. شكرا. شكرا للمخرج الشنان، وإلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إن شاء الله.